تحضيرا للانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر، قمنا بإشراك كل الشباب وكل المجتمع وكل طوائف المجتمع المدني من جمعيات وتكتلات شبانية، وهذا لإنجاح هذا العرس الاجتماعي. قمنا باجتماعات تنسيقية وتحفيزية من أجل الإقلاع بهذه الحملة لمترشحنا الحر السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤمن بالفكرة الشبابية، يؤمن بمستقبل هذا الشباب، ركز في برنامجه على الشباب، ركز على الحياة المواطن، على كرامة المواطن، على المرأة الجزائرية. فارتأينا واستنادا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية بإشراك الجميع للمشاركة والتحسيس في الانتخابات الرئاسية بقوة من أجل جزائر قوية، جزائر مزدهرة، والمجرى الخلودي الشهداء من الإبرار. من منطلق الشباب هو الذي كان له رغبة بأن السيد عبد المجيد تبون الذي يواصل مسيرته التنموية. نحن الآن على مستوى تنسيقية ولائية للمترشح عبد المجيد تبون بولاية معسكرنا وبسمتنا كشباب، ونسعى لجلب السواعد والفوائد الشبابية على مستوى ولاية معسكر لتجنيد ولدعم السيد عبد المجيد تبون.